أعلنت الشركة المنتجة لفيلم دي جانجو أنشيند مواعيد العرض الرسمية للفيلم حول العالم، فيبدأ العرض في أمريكا وكندا يوم 25 ديسمبر الجاري، وفي دور العرض الفرنسية 16 يناير 2013، ويعرض في إيطاليا وروسيا وهونغ كونغ وسلوفانيا 17 يناير 2013. دي جانجو أنشيند يكون ببطولته النجم ليوناردو دي كابريو، والذي يجسد دور رجل شرير، وتدور أحداث الفيلم في الغرب الأمريكي حول سائق جوائز يساعد رجل يدعى دي جانجو يتخلص من زوجته المحتجزة في إحدى المزارع. ويشارك في البطولة جيمي فوكس ودون جونسون وجونا هيل وكريستين وولز وكيري واشنطن، والفيلم من تأليف وإخراج كوانتين تارانتينو. My name is Dr. King Schultz. This is my valet Django. Come on over. We got a safari going on that's a good bit of fun. Why'd you dig him up? Yeah, a fortuitous turn of events brought Django and myself together. Move it. Well, I've heard tell about you. You got me curious. I'm curious what makes you so curious. Something up with these two. Them old boys done rode a lot of miles, went to a lot of trouble just to get that gal. Hey, little troublemaker.